يعني هزغرط لك ولا اطبل لك عشان هتعرف ان انا ابراهيم الاكتم؟ يا سلام، ده ايه اللي بيهزر من ورا الباب الخشب ده؟ بأمارة العلقه اللي كلتها امبارح في السيده زينب. طب وده اماره من منطقه كلها عرفت ان انا اتروقت من امبارح. اديني اماره ثانيه. اماره ثانيه؟ اه بأمارة الشنطه يا حبيبي الاكتم. حبيبي لا تعمل. نعم ارغي عن الامور. الله الله الله، انت نسيت ولا ايه يا لمبي؟ مش احنا متفقين انك هتعمل كبيري وقدوتي وتيجي معايا تخطب لي الليله؟ اه اجي معاك اخطب لك الليله. انت ما تعرفنيش غير لما اكون في مصلحه. لما اكون في مصلحه تعرفني. خلاص بقى يا لمبي بقى. خلاص بقى صح؟ دوختني عليك 13 عشان دين صغير في رقبتك. فين ال 15 جنيه اللي عليك؟ عيب يا لمبي، عيب الكلام ده. يضعب ايه يا؟ فين ال 15 جنيه اللي عليك؟ يا لمبي عيب عيب. عيب عيب، وانا بقول لك كلام سكس. فين ال 15 جنيه؟ معيش يا لمبي. معاك صح؟ لان انت كده بقى بتعمل عليا فرده وبتبلطج على. يا لمبي. فين ال 15 جنيه؟ فين ال 15 جنيه؟ والله العظيم هطلع لك من اخرك ثلاث اخوان ومراخينك. لا لا خدها. على ما عفنا خلاص. اخد انت بقى صاحبي وحبيبي وجدعنا. يلا بينا يا عم على نهر. الليل ده كله كان امبارح بالجدن حرمان وقاسيه. اتغير ليه؟ اتغير ليه؟ اتغير ليه؟ اتغير. بص يلا بقى هانتكك من عند عمك زقرم لان حاجه منجحه. السلام عليكم يا عم زقرة. مرحبا يا لمبي. مرحبا بابا. والنبي عايزين نخرب بيتك عجلة. والنبي عايزين نشارك الواد ده كده وننجهه يعني. علينا. يبقى بني ادم يعني. انت تؤمر. خش يا حيوان. مش عارف كده. حاسس ان في حاجة غلط. بس شايف الوجاعة؟ وجع وجع. وحياة ابوك الحلو كده. والله يا ابني انت هتشكر بزوري بزوري؟ ايه؟ عيب بقى وخدها يا احلى. 15 جنيه يا عم اللي كنت واخدها منك عشان خاطر اللي عندك انت حي مني انا نقطك في ليلتك يا احلى. ايه ده يا لمبي؟ انت اخويا بحقه حقيقي يا لمبي. امال ايه يعني؟ اخويا يا لمبي مش مصدق نفسي. خلاص كده. مش مصدق نفسي يا لمبي. خلاص يا. مش مصدق نفسي يا لمبي. خلاص يا. مش مصدق نفسي يا لمبي. يا ابني خلصت الغباء بتاعت ابوك. مش مصدق نفسي. الاهلي هدي المصطبة. اعوذ بالله. اقعد يا عم انت وهو. اقعد. ليه؟ ومين بقى العروسه؟ مين بقى في الثلاث موزز دول عشان ما اجيش على حق صاحبي يعني؟ الرابعه. ياد الثلاثه ياد فين ياد الثلاثه؟ مين واحده في الثلاثه انا؟ الرابعه يا لمبي. هي دي؟ اه هي. تصدق انا شكل البني ادمين بالظبط؟ ايه لازم انت واخد سنك الصولة دي؟ بحبها يا لمبي بحبها. طب خلاص طب خلاص، يا ريت انك بتتزفت بتتبعث، بس لازم تضمن حقك. ايوه طبعا. اللي هتقول لي از؟ لا مفيش از، لازم تضمن حقك. وده واجبي انا عليا كصاحب. ها قبل ما يقع في الخطيئه لازم اقول له دي ماده بوعقمبيالات. كميالات؟ وانا شريت التلاجة يا لمبي؟ يا تفهم يا زي التلاجة على الاقل ليها ضمان، انما دي شكلها متخزنة بقى لها كتير، ملهاش ورق. الدمارك مفيش. فانت ماشي؟ انا بحبها يا لمبي، لو ما خدتهاش هموت نفسي. يا ابني ما انت كده كده متنيل على عينك ميت. الله، انا عندي تتجوز ابن عمك يا اخي ارحم. يعني احنا جايين النهارده ناخد لاخونا احتم اختنا سمير ارضف، و ربنا سامحنا على الجريمه اللي احنا بنعملها في الكون دي، بس يعني ربنا يكرم ان شاء الله. فاحنا كنا بنستاذن ساعات من حضرتك. على ايه؟ نعم؟ على ايه؟ على ان شاء الله تجي التاسع يوم العيد ان شاء الله.
يبقى شاك بوتك لك تاك شاك بوتك بك ايه اللي قلت ايه على ايه ايه عم اللي على ايه يا عم الله بلنا على ايه اللي حامل اللي في وشه ده دي حادثه قديمه هتقدم عن سحبهم من تحت دي جي ولا ايه معلش يا ليه استحمله عشان خاطر عشان خاطر ليه ربنا هستعمله اللي استعملك انت معلش يا ليه خلاص انت عبطني ولا ايه يا ده بعد ما انت بدات تقول كلام بتخص واخد بالك يا عم المرحوم احنا يعني احنا عندنا غطا ويلزم الحلة وعايزين ندخل الحلة والغطا في حالة ببعض انت فاهم كويس ولا ايه؟ فاهم كويس؟ كويس من اي ارتجاه نعم؟ كويس من اي ارتجاه لا يلا يا عم يلا يا عم ده بيتكلم على واحدة تانية غير بنته في قلب المكان ده بيحلم وهو قاعد يا عم لها تنفلتك الصعب معلش يا لمبي لمبي وزبت ايه عشان خاطر يا الجوزة دي مش هتتم يا عم ما ينفعش ده انت بص شكلك عامل ازاي وهي شكلها عامل ازاي هتخليه في مفرد الجزمة على حاجة انت جاي ابنى في قلب انت جاي ابنى في قلب كما عودناكم أعزائي المشاهدين نلتقي مرة أخرى خلف الأسوار مع سجين جديد في جريمة جديدة وذلك في برنامجكم صباح الخير يا جريمة نتعرف عليك اسمي اللمبي عندك كم سنة؟ مش عارف بس أنا عايش بقالي كتير تهمتك إيه؟ تهمت سعادتك أن أنا رحت أجيب عقد الشقة بتاع أبويا من عمي اللي هو واخده مني غصب وتدار وإيه لو سمحت؟ غصب يعني غصب عني يعني ورحت له وهو مجوز ولاده في قلب شقه ساعتك وطردني في الشارع برضه غصب وقت ضرب وانا ما رضيتش اتكلم ورحت عشان اطالبه انه يديني حقي راح ضربني بالبوان في وشي وراح عضبني من كتفي وراح ظرفني نص كده نزلت على ودني اسنجيت بقى وضح لو سمحت وضح واسنجيت يعني اترشيت ساعتك وانا كان ممكن امد ايدي عليه ممكن اروح اضرب صباعي في زوره واكسر له عصبه رجله انما ما رضيتش لانه ده مهمن كان برضه عمي واللي الناس ما تعرفوش ان هو يبقى اخ ابويا والدنيا دي ساعتك امال عملت ايه قلت بدل ما اقتله واخدش في السجن قلت اسرقه من الاخر يعني معترف بالسرقه لا انا مش معترف بحاجه وبطلب المحامي بس من واقع التحقيقات الشنطه اللي سرقتها من عمك كان فيها فلوس وذهب وياقوت ومرجان والماس ايه ده وانا سارق شنطه علي بابا ولا ايه ده اللي مكتوب في التحقيقات ويعني هجيب حاجه من عندي ولا ايه لا سعاده حضره المزمزيل هو كل اللي لقيته في قلب الشنطه علبه دواء انتوسيك من بتاع الانسهال وما فكرتش تشتغل مش فاضي ده مبرر يخليك تبقى بلطجي يعني؟ نعم يعني ليه بقيت بلطجي؟ واحد مصاحب علي وكا وقشف كوخة عايزان اطلع الطيار طيب تحب تقول ايه للشباب عشان ما يغلطوش نفس غلطتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم احب اقول لكل شاب وكل فتاة لا تنحرف ولو عمك ضربك على قفاك وخد عقد الشقة منك غصب عنك اشكره وبوس ايدك شعر ودقن والجريمه لا تفيد واطلب في نهايه البرنامج اغنيه لام العزيزه سيد الحبايب يا حنان انا انت ثابت تعال اسكت بتطلع تفكر ايه الكلاب بتجيب من رجلين ساعات مش لابس طاقيه ليه بسرعة طلع لسان لسان الطاقيه مسجون لسان الطاقيه لسان الطاقيه اهو البس طاقيه البس طاقيه كله يتحرك شايف
خلق جديدة موجودة النهاردة، وحاسس فيهم بابتسامة أمل. انسوا، أحب أعرفكم بنفسي، أنا رياض المنفلوطي، أصغر مدير سجن حصل في تاريخ الوزارة. حصلت على ترقيتين خطة واحدة، نقيب من وأنا في أولى ثانوي. تلتزم بالقوانين، أحبك، يا سلام تبقى صاحبي حبيبي. تغلط يا ويلك، يا ويلك ويا سواد ليلك، هعصرك تنسي المساجين صغيرين. أحب أقول لكم إن السجن هنا التزام، احترس احترس مني، هتلاقيني منطلق في كل مكان، في زنزانتك، في فرشتك، في نومك، في حلمك، هتلاقيني ناطط في بنطلونك. هتقول الكلب ده هتقول على مكتبي. ايه يا عم انت هتاكلني ولا ايه؟ والله انا بريء. واقف تتنطط لي في الطابور زي الكره الجل يا عطري. الحقوني يا نعم، الحقوني. امشي جنب الحيط، مدتك هتعدي على خير. تبعد بعيد عن الحيط هضربك بالبرطوش زي البرص. كشف المستجدين وكشف المفرج عنه. بسرعة على زنزانتك يا كلب، بسرعة. الله يعمل زنزانة، الراجل هيدورها ويطلع. طبعا انتوا عارفين كل حاجة، اهم حاجة هنا الالتزام وتنفيذ الاوامر عشان مدتك تعدي على خير. يتوزعوا الزلازين. بقى مفادي يلا بسرعة. وانت يا ابني التوهو، طبعا محدش قدكم، اخر ليلة تبقى في السجن. يتوزعوا على عنبر الافراج. يلا خش على الطابور. يا عم انتوا بتجبروا ليه كده؟ خلاص مروحين. ما روحت ايه؟ خدنا افراج يا راجل. والله كنت حاسس ان انا مريء. يا راجل اجمد يا دكتور، اجمد. دراعي يا فندم، دراعي، دراعي يا فندم. كوعي كان هيتخلع في ايد سعادتك. خليك ريلاكس يا فندم، ارجوك خليك ريلاكس. العصبيه دي مش كويسه ابدا. وانا بتنيل باخد الزفت الحقن دي ليه؟ عشان خاطر العصبية، ولا انا باخدها تبرع لنادي الهلال الاحمر؟ يا فندم دي سابع حقنة اضربها في دراع سعادتك والسرنجة تتني. هدي نفسك يا فندم، العصبية دي مش هتجيب اي نتيجة. والعمل اعمل ايه طيب؟ انا عندي الحل يا فندم، انا عندي الحل. سعادتك الدواء ده مخصوص عشان حالة سعادتك. المرة اللي فاتت برضه قلت لي مخصوص عشان حالة زبط سعادتك. لا لا، الدواء المرة دي مستورد، ده مخصوص عشان يرفع عصب الشفة يا فندم، يدلدلها. اللي فات برضه كان مخصوص وكان مستورد عشان ينيل عصب الشفه، والشفه نزلت 24 ساعه بس، ومطر الثاني لزقت من اخيري. اعمل معروف، انا مش هعيش حياتي كلها بقي موارب، البنت مش عارف ابوسها. يا فندم الطب اتقدم دلوقتي. بلا تقدم بلا تفتح لي طبره. يلا على زنزانتك. انا دكتور يا فندم. دكتور على نفسك، بره يا كلب. لا جال. نعم اجازه فيه. نعم اجازه. اجازه؟ ايوه فيه. يعني ايه اجازه؟ بقالي شهر منزلت. شهر ايه؟ بقالي شهر منزلت. يعني ايه بقالي شهر منزلت؟ انا بقالي سنتين هنا منزلت، بتعالج وانا متنيل في قلب المكان. ناسي فندم. يعني ايه اجازه؟ ناسي فندم. ايه الحلال اللي انتوا فيه ده؟ حاجه غريبه قوي. تمام يا فندم. نعم ده يا فندم كشف المسجونين المستجدين،
وده الكشف المفرج عنهم. ما شاء الله يا فندم، بق سعادتك استريح خالص. ميرسي يا ادهم. يعني تحس انه خد راحته. ميرسي. واضح ان اقعد يا ادهم. خلاص ميرسي. قلت الشفايف كمان. اتفضل اقعد. حاضر. بالنسبة يا فندم لمسجون زنزانة 74، ليه شوية طلبات بيتمنى سعادتك توافق عليها. ايه المطلوب يا ادهم؟ اللهم صل على النبي. الشفة ابتدت تتحرك بطريقة غريبة وطبيعية. ايه المطلوب يا ادهم؟ خلص. هو يا فندم بعد اذن سعادتك. يا ادهم. حاضر يا فندم. عاوز يدخل الزنزانة شوية اجهزة، يعني سخان شاي، كاسيت، تلفزيون. اوكي. مش عايز دي في دي؟ نعم. دي في دي؟ دي في دي؟ نجيب له دي في دي؟ هو متهيألي عنده بساطين كفاية، مش محتاج الدي في دي ده. الموبايل يبقى كده تمام. بسيطة جدا الموبايل، ايه المشكلة يا ادهم؟ نجيب له موبايل يعني. أيوه. على الأقل يتصل بالأولاد كويس، ويبعت يجيب بالمرة صوفيا لورن تعيش معاه في قلب الزنزانة، وناخد له زنزانة أجار جديد، واحدة بتطل على البحر والتانية بتطل على الشارع. ده عند أمه. عند أمه يا أدهم. ده مذنب ولا مش مذنب؟ مذنب يا فندم. خلاص يبقى كلامي يتسمع، زيه زي بقية زمايله. حاضر يا فندم. أدهم اختار مواضيعك معايا واحذر. اتفضل. تمام يا فندم. ادهم لاخر مره هقولها لك، حركه الترقيات قربت، خلي دوسيك يعدي على خير. واظن انت محتاج الترقيه دي عشان ترفع من معاشك. مش هقولك اكتر من كده. الحمد لله كان معاك ابتدائيه وكملت وخدت الليسانس. صراف. تمام يا فندم. يا باشا بالنسبه لاجازه الصول. اجازات مفيش يعني. انا قلت اجازات مفيش يعني مفيش. يا فندم مراته تعبانه قوي ولازم يبقى جنبها. يا سيدي في جنبها، في ظهرها، في كتفها. انا خلاص قلت مفيش اجازات يعني. الله. يا فندم مراته تعبانه قوي ولازم يبقى جنبها، لازم ينزل يطمن عليها. هاني يا هاني، انا حمشت الموضوع عشان خاطر عيونك انت بس. ربنا يخليك يا باشا. انما ارجوك ما تتدخلش في مواضيع تاني. خلاص يا باشا. ما تحرجنيش يا هاني. خلاص اوكي. خلاص يا باشا. يبقى ابعت لي الطلب على هنا. لا الطلب هو يا باشا وادي الان كمان يا هاني. في كيلو دور. انت غريب غريب يا هاني انت. يا ساتر. تمشي تاني مره. ربنا يخليك يا باشا. افهمه ان هو يفهم مراته ما تعيش تاني والا يطلع